اتخذ المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أول حصة تدريبية له تحسباً للمباراة التي ستجمعه يوم الخميس بالمنتخب الكاميروني لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من منافسات بطولة ألعاب التضامن الإسلامي التي تجرى أطوارها بأذربيجان. وقرر الطاقم التقني للمنتخب الوطني خلال هذه الحصة تقسيم المجموعة إلى قسمين، الأولى التي لم تخوض مباراة الاثنين أمام المنتخب السعودي وأجرت تداربها على أرضية ملعب بايل أرينا بمدينة باكو تحت إشراف المدرب جمال السلمي، والثانية التي لعبت المقابلة وخاضت تداربها بالقاعة تحت إشراف المعد البدني صلاح الدين الحلو. يشار إلى أن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يحتل الرتبة الأولى في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متبوعاً بكل من منتخبي الكاميرون وأذربيجان اللذان يتوفران على نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب السعودي الرتبة الرابعة بصفر نقطة. تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تم سحب قرعة الدور 32 من منافسات كأس العرش موسم 2016-2017، والتي شملت الأندية المؤهلة عن الهواة إلى جانب فرق القسم الثاني. هذا وأسفرت القرعة عن مباريات متوازنة في مجموعتي الجنوب والشمال. توج فريق الحرس الملكي بلقب الدورية الدولي للبولو بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفرنسي ب6-4، فيما حل فريق مراكش ثالثا بعد فوزه على منافسه السويسري ب4-3 ليسدل الستار على الدورية الدولي بنجاح. اليوم كانت النهاية ديال الدوري الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، واللي عرف مشاركة مجموعة من الفعاليات الدولية، وكان ختام في المستوى، يعني مباريات يعني على مستوى عالي، وكان تشويق ما عرفناش الفائز قبل من اللحظات الأخيرة ديال المقابلة. وهذا الدوري عموما كان فرصة ومناسبة لالتقاء وتبادل أفكار مع فاعلين دوليين في رياضة البولو وأيضا فاعلين وطنيين. الدورية الدولي للبولو المنظم تحت الرعاية الملكية وبإشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة ميزه حضور وازن لعشاق هذا النوع الرياضي الذين احتفوا بالذكرى الستينية للعلاقة المغربية السويسرية. احنا جد سعداء بتنظيم بحال التظاهرة هذه، لا من ناحية التنظيمية لا من ناحية ديال التقنية، بحيث اننا شفنا واحد النيفو ديال الجو اللي هو تري زيلفي، اللي خلى الناس انهم حسوا بانه كاين واحد السبور اللي هو البولو هنا في المغرب واللي ما ماتش وباقي ديفلوبا، وان شاء الله اللي غادي نبينوا ان شاء الله في على الصعيد يعني العالمي. تبارك الله عليهم اللعبة ديالنا ديال المغرب كل عام كيلعبوا حسن، ودابا الخيل حتى هو حسن، وان شاء الله ليكيب ديالنا ناسيونال دو بولو دو ماروك غادي يوصل لواحد النيفال انترناسيونال. ان ايفينمون تري بيان اورغانيزي توجور هو حدث رياضي منظم بشكل جيد، النادي والملعب على السواء في حال ممتازة وتسمح بتقديم مستوى تقني جيد. الدورية الدولي للبولو إذن منح فريق الحرس الملكي العلامة الكاملة بعد فوزه على فرنسا، وكذلك فريق مراكش، ما يؤشر على مستوى وطني مميز يعد بكثير. نظمت الجمعية المغربية رياضة والتنمية التي تترأسها نوال المتوكل بتنسيق مع جمعية المساعي الحامدة للتنمية بجبال الأطلس الكبير بقرية تمسولت مبادرة تضامنية رياضية بالقرية ذاتها، وذلك يومي السبت والأحد 6 و7 من الشهر الجاري. هذا اليوم هذا هو بالنسبة لي أنا يوم تاريخي،
لان كنشوفوا ان الساكنه رجال ونساء شباب وشابات وبراعم كلهم يعني عن طريق اتفاقية الشراكة حببنا أننا نقرب لهم ممارسة الرياضة لما لها من فوائد متعددة عندها علاقة بتهذيب النفس وكذلك بالتربية وأخلاق. زيارة البطلة العالمية نوال المتوكل جاءت تنفيذا للبرنامج السنوي للجمعية المغربية رياضة وتنمية الذي يدخل في إطار حملة تضامنية لمنطقة سوس بهدف ترسيخ قيم ثقافة التضامن. ونظمت هذه الدورة الثانية مجموعة من الأنشطة الرياضية بما فيها ألعاب القوى والعديد من الرياضات الشعبية التي تتميز بها المنطقة، كما تميزت هذه الدورة بتوقيع شراكة بين الجمعيتين من أجل زيارة المنطقة سنويا وبصفة رسمية وتجهيز المنطقة بمركب رياضي شامل من المتوقع أن يفتح أبوابه بعد سنة، بالإضافة إلى تدريب رياضي للأطر التربوية. الزيارة تخللتها أيضاً توزيع هدايا رمزية للمشاركين في الأنشطة والتي شهدت مشاركة 7 مدارس عتيقة بمنطقة سوس وما يفوق 400 طالب عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة التي مكنتهم من مزاولة بعض الرياضات للمرة الأولى. تواصلت المرحلة الثانية لرالي مرزوق التي ربطت المدينة بأرفود على مسافة 188 كيلومترا. هذه المرحلة شهدت هيمنة قائد دراجة اليامها الفرنسي كزافي دو سولتري، حيث تقدم ب4 دقائق على صاحب المركز الثاني جيرار فارس وهو صاحب المركز الثالث في رالي داكار لعام 2017. وبفوزه الثاني على التوالي وسع الدراج الفرنسي الفارق عن أقرب مطارديه على صدارة الترتيب العام إلى 7 دقائق و56 ثانية. وعاد المركز الثالث لأليساندرو بوتوري في هذه المرحلة بفارق أكثر من 10 دقائق في الترتيب العام عن صاحب الصدارة. وتخطى المشاركون في هذا الرالي صعوبات جمة عبر كتبان الرمال الشاهقة التي تزخر بها المنطقة والتي أدت بالعديد من المتسابقين إلى فقدان توازنهم. أما في صنف الدراجات الرباعية ففاز الروسي ماسيموف ألكساندر من فريق ترويكا بالمرحلة الثانية وارتقى إلى المركز الثالث في الترتيب العام. وعاد المركز الثاني للأرجنتيني جيرمياس غونزاليس ليحافظ على صدارة الترتيب العام متقدما عن أقرب منافسيه بفارق 16 دقيقة و15 ثانية.